بركاته. النهارده هنشرح الاكتيفيتي بتاع الابلكيشن اوف اي ار اون ترانسفات. في البدايه هنعرف معنى الترانسفات. الترانسفاتي اسيد هي جيومتريكال ايزومر اوف مونو انساتوريتد اند بولي انساتوريتد فاتي اسيد هافينج نون كونجوجيتد انتربتد باي ات ليست وان ميثيلين جروب كربون كربون دبل بوند ان ذا ترانس كونفيجريشن. يبقى هي بتوجد في الترانس كونفيجريشن عشان كده اتسمت ترانسفاتي اسيد. ممكن تكون مونو انساتوريتد او بولي انساتوريتد وفيها على الاقل مجموعه ميثيلين واحده. عندنا انواع الترانسفات، في منها نوعين، يا اما ناتشورال اوكرينج ترانسفات يا اما اندستريال اندوسد ترانسفات. الاندستريال اندوسد ترانسفات اللي هي صناعيه، فورمد مينلي during the butcher hydrogenation or deodorization of oil or fat during refining or cooking. بتحصل نتيجة الهدرجة الجزيئية أو عملية الإراقة للزيوت أو الدهون. ده بيحصل في أثناء عملية التنقية أو عملية الطبخ. تاني النوع اللي هو natural occurring trans fat، دي بتوجد mainly في dairy products اللي بتحتوي على trans isomer زي C18:1 وC18:2 وC18:3 أو trans palmitoic acid اللي هو C16:1. وطبعا الترانس فاتي اسيد اللي هي النوع الناتشورال arise in the rumen of ruminants during extensive hydrolysis and biohydrogenation of unsaturated fatty acid contained in feed by the rumen bacteria. الرومن دي اللي هي الحيوانات المشترة اللي هي طبعا زي البقر والماعز والأغنام، دي بيوجد فيها بيوجد في الأمعاء بتاعتها بكتيريا. البكتيريا دي بتقوم بتحليل الدهون، إما الدهون الموجودة بزيادة ممكن بتكون في منطقة الكرش أو الدهون الموجودة في الغذاء بتقوم بتحليلها وبتنتج لنا الناتشورال أوكرينج ترانس فاتي أسيد. ممكن الديري برودكتس تحتوي على اندستريال اندوست ترانس فاتي أسيد، بس الدية ساعتها بتوجد في صورة بارتشر هيدروجينيتد اويل اللي هو زيوت مهدرجة جزيئيا. طب ليه بنحطها؟ نحطها عشان نعمل مانيبوليشن للفيزيكال بروبرتيز اوف ديلي برودكتس عشان نحسن الوظائف الفيزيائية لمنتجات الالبان. ايه هي الديس ادفانتج اوف ترانسفات؟ طبعا الابحاث اثبتت ان النوعين الترانسفات ليهم هما الاثنين ديس ادفانتج، الناتشورالي والاندستريالي. طبعا الناتشورال وجد ان تناول كمية كبيرة من الدايتري برودكت دي اللي هي موجودة فيها الناتشورال اوكرينج ترانس فاتي اسيد، دي ليها نيوترال افكت في البلازما والليبيد والأزر كارديوفاسكولار ديزيز ريسك فاكتور، يعني هي مش خطيرة للدرجة زي الاندستريالي انديوسد. دي طبعا هاف ا سبيسيفيك هاي دنسيتي لايب بروتين كوليسترول لورينج بروبرتي، يعني بتعمل انخفاض لمستوى ال HDL وبالتالي بتزود ال LDL وبالتالي بتزود من العرضة للإصابة بأمراض القلب. طيب ايه هي البرودكتس اللي بتحتوي على ترانس فاتي اسيد؟ طبعا اهمها الفاست فود والحاجات الموجوده في السوبر ماركت زي البوتيتو تشيبس والبسكويتس والبانانا تشيبس والبيستري. طبعا احنا عملنا اكستراكشن للاويل بتاعها بالجاز كروماتوجرافي واكتشفنا ان اكتر واحده فيهم بتحتوي على نسبه اعلى من الترانس فات هي البوتيتو تشيبس، وبتحتوي على نسبه تعادل 2.61 جرام. طبعا نيجي للاي ار ابلكيشن اوف ترانسفات. عندنا هنا في 3 بيكس، اهم ما يميز البيكات دي ان هم في الرينج من منطقه من 400 نانومتر ل 2500 نانومتر، وبيظهر عندنا السي اتش ستريتشنج، وكمان في عندنا منطقة مميزة اللي هي منطقة من 1700 ل 1800 نانومتر. انما السبيكترم بتاع البتر والديري سبيردز شود ابزوربنس بيكس ات اولموست ذا سيم ويف لينث، هما الاثنين بيبقوا مع بعض بيحصل لهم ابزوربنس عند نفس الطول الموجي. اهم حاجة تميز البيكس بتاعتنا هي المنطقة البيك عند منطقة 970 نانومتر، ودي بتوجد نتيجة للاو اتش. طب ليه الاو اتش؟ لان البيك دي طبعا بتاعت التشيز والديري برودكتس دي احنا عارفين ان هي بتحتوي على كمية اعلى من المية، وبالتالي هتحتوي على البيك المميزة للأو اتش عند الطول الموجي ده. طبعا عندنا بيك ماكسيمم عند 1940 اللي هي كومبينيشن اوف او اتش ستريتشنج وديفورميشن، وعندنا واحدة عند 1450 نانومتر اللي هي بتاعة الأو اتش ستريتش فايبريشن.